أهلا بكم. كان اختلال منظومة القيم الاجتماعية العراقية بعد الغزو الأمريكي نتيجة طبيعية لهذا الحدث الكبير الذي شهده العراق، إذ سار هذا الاختلال بوتيرة متسارعة لإحلال نموذج آخر مخرب للفكرة الوطنية ومرجعيات التعايش السلمي المشترك لمكونات المجتمع العراقي، حيث كشف تقرير صدر نهاية شهر نيسان من العام 2010 عن معهد الديمقراطية التابع للحكومة الأمريكية أن العراق الجديد أصبح مركزاً للخطف والدعارة وقطاع الطرق في الشرق الأوسط، ومجتمعه يغرق في الفقر والبطالة والخطف المسلح والأيتام والاتجار بالأعضاء البشرية وعصابات تهريب الأطفال. التحولات الاجتماعية في حقبة ما بعد الغزو الأمريكي هي ما سنبحثه في حلقة الليلة من طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل فعلا كان الغزو الأمريكي يعمل على تهشيم منظومة القيم الاجتماعية في العراق كما يقول مناهضوه ورافضوه؟ وما هي معطيات هذا التحطيم لقيم المجتمع وأعرافه على أرض الواقع؟ وهل سير عملية التخريب للقيم المجتمعية مرده هشاشة المجتمع نفسه وضعف تحصيناته أم قوة زخم هذه العملية التخريبية؟ وما هي السبل المتاحة أمام المنافحين عن هذه القيم لإعادة التوازن إلى المجتمع العراقي عبر إحياء هذه القيم وترسيخها؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، عبد السلام الطائي. أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة والتي نبحث فيها التحولات الاجتماعية في العراق في حقبة الغزو الأمريكي للعراق. ضيوف الطاولة كلهم من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين، وسيكون معنا من ستوكهولم عبر سكايب استاذ علم الاجتماع الدكتور عبد السلام الطائي. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. لو بدأنا مع الدكتور عبد السلام الطائي في ستوكهولم، دكتور، كيف تتم عملية استهداف أو تهشيم منظومة قيم لمجتمع ما، أعرافه، تقاليده، ثوابته، بفعل بعد تعرض هذا المجتمع لهزة قد تكون حرب أهلية قد تكون غزو خارجي كما جرى في العراق؟ الصوت بالنهاية تقطع، ولكن اللي أفهم أنه تهشيم القيم الاجتماعية في العراق والأدوات المستخدمة، إذا كان واضح ذلك بالنسبة لي. السؤال أعيد. أعيد عليك السؤال. كيف تتم عملية تهشيم قيم ومبادئ وأعراف وثوابت مجتمع ما عندما يتعرض هذا المجتمع لهزة ما؟ هزة في الداخل، حرب أهلية، حرب طائفية، أو هزة خارجية كما جرى في العراق بفعل الغزو الأمريكي؟ نعم، أول شيء شكراً لاستضافتكم أستاذ ماجد. أهلاً وسهلاً. ومع تحياتي لضيفيك الكريمين الدكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الحميد العاني. يعني كما هو متعارف عليه في كل الحضارات أنها تتكون من ركنين أساسيين، هما الركن المادي والركن المعنوي. والركن المادي يقصد به الجانب العمراني، وهذا ما تعرض له العراق بعد الاحتلال من سرقة وحرق المتاحف والآثار وتهديم الجوامع والكنائس وغيرها. كذلك تعرض الركن المعنوي أيضا للاعتداء، وشمل الثقافة والكتب والوثائق والتجاوز على القيم والتقاليد الاجتماعية العربية الأصيلة ومحاولة غزوها بقيم دخيلة، وكذلك محاولات تشويه الدين وغير ذلك. الأدوات اللي استخدمت الحقيقة ضمن ما نطلق عليه أدوات الضبط الاجتماعي والتي تعتبر قطع غيار هما أداتان. إذا سمحت دكتور، سنأتي إلى الأدوات التي تستخدم من قبل من يسعى إلى التخريب، تخريب القيم المجتمعية في سياق هذه الحلقة، لكن خليني أسألك، تحدثت عن عملية عما جرى في العراق بعد الغزو الأمريكي من عملية سرقة أو نهب أو حرق وما إلى ذلك، هل تعتقد أن هذه العملية كانت عملية مقصودة وممنهجة ومخطط لها، أم هي نتيجة عرضية لحالة الفوضى التي سادت في العراق مع تفكك الدولة مع تلاشي الدولة الرسمية؟
لا بالتأكيد هي مقصودة ومبرمجة ومخطط لها، وعندما أردت أن أذكر الأدوات أقصد هنا الأدوات الرسمية تدمير الوزارات، تدمير المحاكم. عندما أقول غير الرسمية تدمير الثقافة، التعليم، القيم، هنالك أيضا استخدمت أدوات أخرى لتفكيك المجتمع العراقي وإعادة تركيبه وفق منظوره وفق منظور المحتل. استخدمت الحقيقة قاعدة لم تستخدم في مجتمعات أخرى، هي قاعدة ما نطلق عليه بالقوى، قوى الحرب الناعمة، يعني السوفت وور، إلى جانب القوى المتصلبة الهارد وور. وبهذه القاعدة اعتمدوا على عنصر الجاذبية الاجتماعية باستخدام الجنس واستخدام المخدرات لتدمير المجتمع العراقي. وأهم مصادر هذه القاعدة، قاعدة الحرب الناعمة، استخدموا فيها رجال الدين وبعض المثقفين والصحفيين، أي ما نطلق عليهم بالجيش الرابع، جيش العملاء والجواسيس. لكن الشيء الذي سوف يصطدمون به بلا شك هو العمق التاريخي، هو القاعدة الصلبة للمجتمع العراقي. سنتحدث يا سماحة الدكتور عن سبل مواجهة عملية التخريب، سواء كانت يعني هذه المواجهة ذاتية من قبل المجتمع نفسه بالاستناد إلى تراثه إلى قيمه، أو أيضا بفعل أدوات أخرى بصناع الرأي من علماء الدين، من علماء اجتماع، من طبقة مثقفة وما إلى ذلك. دكتور رافع الفلاحي، يتحدث دكتور عبد السلام الطائي أنه عملية استهداف المجتمع في قيمه وأعرافه وفي أدواته حتى الصلبة كانت عملية مبرمجة ومخطط لها مسبقا ولم تكن يعني عفوية. والسؤال، ما الذي يستفيد الغزو الاحتلال من هذه العملية وهو الذي استولى على الدولة بكل مكوناتها المادية؟ لماذا يسعى إلى تخريب المجتمع، إلى نسف قيمه، إلى تشويه أعرافه ومبادئه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، ربما كلنا نتذكر في عام 2003 عندما تم احتلال العراق، كان العراق قد مر بفترة قبل هذا الاحتلال 13 سنة من الحصار الاقتصادي الحقيقي الذي أنهك العراق، أنهك الدولة والمؤسسات بشكل كامل وأتعب المجتمع. كان قضية أن تأتي أمريكا بكل جنودها، بكل هذا العتاد، أقوى جيش في العالم، معها دول متحالفة، دول أوروبا على رأسها بريطانيا وفرنسا وكل دول الدنيا جاءت معها لغزو العراق. كان واضح من البداية أن هذه القوة الغاشمة التي عبرت الأطلس وجاءت قادرة على أن تحتل العراق، ليس هناك من جيش يمكن أن يقاومها. هذا كان معروف، لأن المعركة لم تبدأ عام 2003، يعني يجب أن نركز على هذه الحالة. المعركة بدأت قبل هذا. أنا تحدثت عن حصار 13 سنة، هذا جزء من المعركة، جزء من مع اختلال تمهيد كبير في الميزان العسكري بين العراق وبين أمريكا، وهذا واضح كان. في الاحتلال العسكري واقع، وأمريكا ستنتصر في هذه المعركة، كنا هذا القضية كانت محسومة، هذا تعرفها أمريكا وكانت تدرك ذلك، لكنها كانت تعرف أيضا أن هناك مجتمع، هناك نسيج اجتماعي في العراق يجب أن يتهدم. كل احتلال في الدنيا، كل غزو في الدنيا يستهدف، إذا ما أثار الفوضى مثل ما فعل الاحتلال الأمريكي، سيستهدف منظومة القيم الاجتماعية، السلوكيات، كل ما تعود عليه المجتمع سيحاول أن يهدمها. هذا ما حصل الحقيقة، وبالتالي نحن نحصد النتائج من عام 2003 لحد الآن. إذا ما تحدثنا عن النتائج سنعرف ما الذي فعله الغزو وما الذي يعني أكملته الحكومات المتعاقبة في ظل الاحتلال. في هذه النقطة دكتور، نعم، الغزو هنا استهدف تهشيم المجتمع وتحطيمه وتحويله إلى جثة هامدة، أم تحطيم هذه القيم التي كان عليها يؤمن بها وإعادة تشكيله من جديد وفق الرؤية الجديدة، رؤية الاحتلال، مشروع السياسي وما لذلك؟ هو في كل الدنيا أي احتلال لا يريد مقاومة، يريد شعبا من العبيد، قوى تنصاع له. مجتمع إذا ما بقي متماسكا، إذا ما بقيت هذه القيم العليا، إذا ما بقيت الوطنية، إذا ما بقي الإخلاص للوطن لقيم معينة، لن يستطيع ذلك. يعرف أن من البداية سيواجه كتلة صلبة لا يستطيع. احتل احتلالا عسكريا، لكن هذا وهذا ما جرى في السنين الأولى، هناك مقاومة، نعم، مقاومة، هذا جزء من عدها. نعم. لذلك هو عمل على تفتيت المجتمع، إثارة فوضى، إثارة نعرات طائفية،
إذا نذكر في أول أيام هذا النموذج اللي شاهدناه وشاهد العالم كله في شاشات التلفزيون، مجاميع تقوم بالحرق والنهب هذه قضية الفرهود الذي سميه، هذا مقصود، كان كله مقصود. القوات الأمريكية كانت تكسر أبواب مخازن الغذاء ومخازن الأسلحة وتنادي على بعض العراقيين ليدخلوا ليسرقوا. وعندي مشاهدة شخصية في مخازن المواد الزراعية في مدينة الفلوجة كسرت من قبل القوات الأمريكية ونادت على الناس انهبوها. نعم. وهذا ما حصل حتى وصولا إلى المتحف العراقي. نعم. كل جزء من يعني من حلقات متكاملة كان معد إلها سابقا لإسقاط المجتمع، لتخريبه، لقطع عن حاضره وماضيه وقطع المستقبل أمامه، هكذا كانت الأمور. نعم. أنت تحدثت الحقيقة في مقدمتك عن تقرير قدمه معهد الديمقراطية الأمريكي. نعم. بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. تمام. ومنظمة حقوق الإنسان. هذا التقرير تحدث عن نتائج مخيفة، طبعا هو في عام 2010 هذا التقرير. نعم. نحن يعني نتحدث في عام 2010، الآن نحن في عام 2018، بعد نحو 8 سنوات من هذا التقرير العراق كان يوم بعد يوم أسوأ، يمر بحالة أسوأ، العراق لم يتطور. الآن لو تسأل كل أهل العراق يحنون إلى الماضي مهما كانت عيوب الماضي، يريدون الماضي، المستقبل أمامهم مظلم، الغد أسوأ من اليوم، هكذا ينظروا، وهذا واقع الحال. يوم بعد يوم كانت الكارثة تكبر، كانت كرة الجليد هذه تكبر هذه الكارثة، وإلى أن وصلنا إلى العراق في الهاوية. حقيقة عندما نتحدث عن 2010 ويضع التقرير عنوان إليه يقول أصبح العراق مركز الخطف والدعارة وقطاع الطرق في الشرق الأوسط. لا. عنوان مخيف ومرعب. يتحدث هذا التقرير عن فقر أكثر من 50%. نعم. 52% من الشعب العراقي تحت خط الفقر. يتحدث عن 50% عطالة عدا البطالة المقنعة. يتحدث عن 18 دقيقة ربما هي وقت العمل هذه البطالة المقنعة اللي يتحدثون الآن عن 6 ملايين موظف يتباهون بهذه القضية، هذا الترهل والغضب الكبير. 18 دقيقة عندما تقسمها على اليوم الواحد يطلع الموظف الواحد، مع احترامنا لكل الموظفين ورزقهم، دقيقتين وثلاثين ثانية، دقيقتين ونص يشتغل باليوم مقدار تقديمه هذه كارثة. يتحدثون عن أرامل، يتحدثون عن 3 ملايين أرملة، 5 ملايين طفل، يتحدثون عن 1 مليون مشرد من الأطفال، هذه كلها تمزق بالمجتمع، عصابات خطف، عصابات لسرقة أعضاء الأطفال، تجنيد الأطفال في الميليشيات والمستشفيات الحكومية. يتحدث عن ممرضين. نعم. يقودون هذه العصابات. تقرير مخيف. وهذا دكتور سمحت لي، هذا قبل 8 سنوات والآن الصورة أكثر يعني ربما أستاذ ماجد. نعم. العبارة المؤلمة المبكية التي يعني تجعل القلب يعني ينزف والعين تنزف دما، عبارة اللي كتبها بعض أحد المختصين أو المتابعين لهذا وقال بها بالنص عن هذا التقرير، قال في العراق احصل على امرأة بأقل من 10 دولارات، واحصل على طفل بأقل من 20 دولار، فيما تحصل شركة أوكسن موبيل على برميل النفط بأقل من 25 دولار. هذه كارثة. أنا أوصل العراق لهذا، هذا كل انعكاسات على المجتمع، هذه تأثيراتها كبيرة على المجتمع. المجتمع لم يعد يثق بنفسه، طبقات المجتمع لم تعد تثق بنفسه. سنتحدث أيضا عن قضية. نعم. تأثيرات على المجتمع وكيف انعكست أيضا على سلوك المجتمع. دكتور عبد الحميد، ما هي يعني أبرز أو أهم المفاصل في المجتمع والاجتماعية التي طالتها عملية التشويه أو التحطيم المبرمج أو الممنهج يعني في ما بعد 2003؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية يقول علماء علم الاجتماع وغيرهم أن الحضارات لا تسقط بتدمير المدن، بالتدمير العمراني يعني. نعم. وإنما الحضارات تسقط بسقوط أو بتهديم القيم الاجتماعية، لأن القيم الاجتماعية هي من أهم أركان هذه الحضارة. فإذا كان هنالك مجتمع واعي وقوي متماسك يستطيع إعادة البناء الجدران والأحجار وغيرها ويستعيد الحياة من جديد. وهذا الأمر، هذا المفصل الأساسي هو الذي عمل عليه الاحتلال قبل الاحتلال، يعني كان يخطط لهذه الأمور، وما ذكره الأساتذة الأفاضل
من هذه الآثار وما هذه المظاهر لهذا التدمير المستهدف المتعمد الممنهج مدروس من قبل هؤلاء. حتى قبل الاحتلال كان هناك عملية استهداف حتى قبل الاحتلال. يعني إذا أردنا أن نتحدث أولا الحصار كان تمهيدا لأنه لأن هنالك ترابط طبعا بين كل العوامل. يعني كان واحد من أهداف الحصار. من أهداف الحصار أو ليس محاصرة الدولة أو النظام وإنما أيضا استهداف العامل الاقتصادي. طبعا العامل الاقتصادي لما يضعف عند الناس هنالك يحدث بعض التفكك الاجتماعي ويكون هنالك سلوك غير صحيح لبعض الناس ضعف بعض الوازع الآخر لاتجاهات أخرى التي تمهد للجريمة وغيرها. ثانيا قبل الاحتلال أيضا الذي كان مترافقا مع هذا الحصار الاجتماعي الاقتصادي عفوا كان هنالك استهداف ثقافي وهو العمل على القضية الطائفية وتمنية جزء من أبناء الشعب العراقي طوائف وقوميات بالحل والعزف على قضية المظلومية منظومية الطائفية وتشييم القيم التعايش أو العيش المشترك. هذا حينما عملوا على هذا الأمر قضية التعايش الاجتماعي والتماسك الاجتماعي عملوا عليها منذ بداية، ثم جاءت منظومة الاحتلال السياسي التي هي الدولة التي بدأت تقوم بعمل أو بأمور عملية لتهشيم هذه القيم عند المجتمع، وحدث ما حدث من ضياع قضية الهوية الوطنية عند الناس، انتمائهم لهذا البلد، وكثير من المظاهر التي أثرت فيما بعد على قضية التعايش الاجتماعي التعايش السلمي بين أبناء المجتمع العراقي بمختلف أطيافهم وألوانهم. هذا العملية المدروسة آثارها أين؟ رأيناها أو نراها في كثير أو في كل المفاصل الاجتماعية للفرد والأسرة والمجتمع وصولا إلى الدولة. هذا كله عمل عليه الاحتلال ومنظومة الاحتلال السياسية وغير السياسية ووصولا إلى الأهداف الكارثية التي أشار الدكتور قبل قليل إلى بعض من هذه الأرقام المخيفة والمرعبة فعلا. نعم. دكتور عبد السلام الطائب، الحديث عن قضية الاستهداف القيم المجتمعية أو المبادئ والأعراف قضية يبدو سابقة كما يتفضل الدكتور عبد الحميد دكتور رافع، سابقة لحدث الغزو عام 2003 متعلق أيضا بالحصار. ما هي أبرز الشرائح الاجتماعية التي كانت أو استهدفت بعملية التشويه بعملية التحطيم؟ ثمت شرائح اجتماعية تم التركيز عليها، ولماذا هذه الشرائح بالذات؟ الحقيقة يعني كما هو متعارف عليه أن الأسرة نواة المجتمع، وأهم عناصر الأسرة التي كانت مستهدفة هم الأطفال والقاصرات، والأسرة هي وطن مصغر كما هو معروف ومتعارف عليه. كل التقارير الدولية ومن ضمنها آخر تقرير صدر عن الأمم المتحدة من لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة أكدت بأن الحالة الاجتماعية في العراق تعتبر حالة رائدة تفوق الحالة الاجتماعية في كثير من دول المنطقة، سواء بالنسبة إلى دول الجوار أو بالنسبة إلى الدول الإقليمية. فالاحتلال لما جاء إلى العراق كان يستهدف شريحتان أساسيتان هما الأطفال والمرأة. فالمرأة كلنا يتذكر أنه لدينا قانون الأحوال الشخصية نحن في العراق وقانون رعاية القاصرين. قانون الأحوال الشخصية رقم 158 لسنة 59 وتعديلاته، وقانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 80. هذان القانونان كانا يهدفان للحفاظ على التماسك الأسري، يهدفان لتحقيق التماسك الاجتماعي في المجتمع العراقي، نظموا العلاقة ما بين الزوجين، ما بين في الحقوق، في الواجبات، في العقد، في دورة تنظيم الأسرة، في الطلاق، في الزواج. الآن بعد الاحتلال حالات الطلاق التي تصل إلى المحاكم العراقية يوميا أكثر من حالات الزواج. قانون القاصري رعاية القاصري كان هدفه هو حماية أموال القاصرين الأيتام. هنا ماذا عملوا بعد الاحتلال وخاصة رجال الدين؟
الذين عملوا هو طرح قانون الزواج القاصرات. الهدف من هذا الزواج هو ليس ديني، وإنما هدف لن تسلط عليه الأضواء. دائرة رعاية القاصرين تعتبر كنز، خزين من المال لا يستطيع أحد بحكم قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 78 لسنة 80 عفوا، لا يستطيع أحد كائن أن يتلاعب أو يتحكم بأموال الطفل اليتيم القاصر. لذلك عمدوا على إصدار القانون الجديد، والذي بموجبه بعد الزواج تتحول القاصر من قاصر إلى بالغة. وهنا يأتي دور السراق من المعممين ومن السياسيين للسيطرة على هذا الكنز، على هذه الخزينة من أموال القاصرين. العنصر الآخر طبعا إضافة إلى الجانب البيولوجي وجانب الأهلية وتدمير الأجيال، لأن امرأة عمرتها سنوات، هذا تدمير الأجيال. الجانب الآخر جانب تجنيد الأطفال، اتفاقية باريس لسنة 2007 واتفاقية أوتاوا في كندا لسنة 1997 حرمت تحريما كاملا استخدام الأطفال في النزاعات العسكرية. الميليشيات اعتمدت على الأطفال، وكلنا يتذكر أن تجنيد الأطفال هو ظاهرة خمينية بامتياز. لو رجعنا إلى الوراء قليلا خلال الحرب العراقية الإيرانية، نتذكر تلفزيون بغداد حين عرض مجموعة من الأطفال الذين استقبلوا من قبل القيادة العراقية، وبنفس الوقت بني صدر أكد وقال أن الخميني استخدم الأطفال في إيران لغرض تفجير الألغام للتخلص من جيل الثورة حتى يأتي بجيل جديد، جيل ولاية الفقيه. وهذه التجربة كررت في العراق مع ميليشيات الحشد، كان هناك أطفال وأطفال قاصرين بعمر 14 و13 سنة، وكان منهم أيضا قتلى. نعم. فهذه الجوانب الذين استخدموا فيها الأطفال لغرض التخلص منهم في العراق هي ظاهرة خمينية استخدمت في إيران. ولذلك يفترض بالمنظمات الإنسانية، المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج، أن تقدم هؤلاء المعممين قادة الميليشيات الذين استخدموا الأطفال في النزاعات المسلحة، تقديمهم إلى المحاكم الجنائية، لأن تلك تعتبر من جرائم الحرب الدولية. ولذلك المستهدفون هم المرأة القاصر والأطفال للقضاء على الأجيال العراقية ولغرض صناعة جيل من الأذلة الذين نشاهدهم في الزيارات، الذين تأثروا بالطقوس الفارسية، الطقوس المجوسية التي تؤثر على الإنسان مضطر على البكائيات. سنتوقف عند هذا الفاصل. شكرا. نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود لإكمال النقاش في هذه الحلقة التي تبحث فيها التحولات الاجتماعية في العراق في مرحلة ما بعد الغزو الأمريكي. ابقوا معنا. مشاهدي قناة رافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيسات وعلى التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايسات على التردد 12383 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي تبحث فيها التحولات الاجتماعية في العراق. ضيوف الطاولة كل من الدكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الحميد العاني، ومعنا من ستوكهولم أستاذ علم الاجتماع الدكتور عبد السلام الطاي. دكتور رافع الفلاحي، هل ثمت نجاحات إذا صح التوصيف للاحتلال في تهشيم المجتمع، في استهداف قيم المجتمع؟ سجل شيء من النجاحات، خاصة في ضوء هذا الزخم الكبير من عملية الاستهداف والأدوات أيضا الكبيرة وماكنة إعلامية كبيرة في عملية الاستهداف؟ أستاذ ماجد، نحن نتحدث اليوم بعد 15 سنة من الاحتلال ومن حكومات
جاءت في إثر الاحتلال والاحتلال يرعاها لحد الآن والتناغم معه أو تسانده في مشروعه لتدمير العراق. لذلك نتحدث عن كارثة، عن نتائج كارثية حصلت في العراق من عام 2003 لحد الآن. الاحتلال والحكومات التي جاءت في إثر الاحتلال عملت على قضية مهمة، على إزاحة وإحلال. نعم. إزاحة قيم كان المجتمع متمسك بها، قيم أخلاقية، قيم دينية، قيم تربوية، قيم نشأة، كل هذه القيم، قيم مواطنة، من ضمن هذه القيم عدم الكذب، عدم التزوير، الفساد، الرشوة، هذه كلها كانت في المجتمع معيبة جدا جدا. وكان يجب إزاحة كل هذه القيم وإحلال قيم جديدة تمزق المجتمع. وصلنا إلى مجتمع يقبل الرشوة، مجتمع يتعاطى مع الرشوة، يسمع حديث عن الرشوة بشكل طبيعي وصارت طبيعية، يتحدثون عن الفساد بشكل طبيعي. وشاهدنا على شاشات القنوات هناك مسؤولين كبار يخرجون من الحكومة، من الأحزاب، من البرلمان، يتحدثون عن أنهم فاسدين ويتعاطون الرشوة بشكل طبيعي، وهم يضحكون ويتحدثون عن أنها صارت ثقافة مجتمعية. دفعوا المجتمع من البداية بهذه تحت عبارة الصدمة والترويع، دفعوا المجتمع إلى الفوضى، سحبوا كل صمامات الأمان في المجتمع وتركوا المجتمع خاليا. نعم، المجتمع العراقي صمد لفترة، لم تحصل مواجهات، لم تحصل، المجتمع دافع عن نفسه ذاتيا، لكن لفترة معينة عندما تغلغلت هذه العصابات، هذه الفئات المعدة مسبقا، استطاعت أن تمزق كثير من المجتمع. أشاعة الطائفية فمزقت المجتمع. هناك نقطة أيضا نعم، يعني جديرة بالملاحظة، أنه أيضا من جزء من مكونات المجتمع، المنظومة الاجتماعية، عملية التعليم والمعرفة. نعم. هناك عملية تهشيم لأسس هذه المعرفة، وأيضا تجهيل بمظلة دينية. نعم. هذا عملية التجهيل أيضا خطرة هذه. واحدة من المشاكل الكبيرة اللي يعني تواجهها أي مجتمع في الاحتلال، في الغزو، واجهناها في العراق ونواجهها اليوم، عدم احترام للمؤسسة التربوية التعليمية، إسقاط هذه المؤسسة في نظر المتعلمين، وبالتالي لا قيمة لها، لا قيمة للشهادة، لأنهم يشاهدون أن كثيرين تقويض هيبة مؤسسة التعليم. نعم، المعلم يمكن أن يهان، أساتذة جامعيين أهينوا، الحرم الجامعي أهين، المدارس أهينت، التعليم، طريقة التعليم تبدلت تماما، طرق التعليم، مناهج التعليم، كل هذا لإسقاط التعليم. فبالتالي وصلت الحالة، وإضافة إلى وضع اقتصادي، بطالة عالية جدا جدا، هناك أرامل، هناك طلاق. تحدث الدكتور عن الطلاق، هل تعرف أنه كل 5 زيجات 3 منها تذهب إلى الطلاق؟ يعني نسبة أكثر من 70% من الذين يتزوجون يذهبون إلى الطلاق، هذه نسبة كارثية تصل إلى أكثر من 200%. نسبة الزواج لم تزد، يعني ماذا، المجتمع لم يعد يثق. عملية تفكيك للأسرة أيضا. نعم، هذه تفكيك لنشأة الأسرة. نعم. للأساس، لأساس الوطن هي الأسرة، تفكيكها أخلاقيا، دينيا، بالاقتصاد، بالضغط، بالأمن، بالطائفية، بكل هذا، بعدم احترام للمدرسة. لذلك نسب التسرب عالية جدا جدا، سنويا يتسربون نحو 700,000 طالب من المدارس، هذه كارثة كبيرة جدا جدا. كل 10 طلاب يدخلون إلى الابتدائية، 2 فقط يكملون إلى المتوسطة، 8 من عندهم يتسربون من المدرسة. هذه جزء منها. هذا ماذا تضيف إلى المجتمع؟ تضيف مجموعة من الأميين، مجموعة من المشردين، مجموعة من العاطلين عن العمل، من غير فاهمين للأمور، طائفيين، موتورين، معبئين أيديولوجياً بهذا الاتجاه، فهذا كله يمزق بالمجتمع. هذا الاحتلال عمل على ذلك. وهذه نقطة مهمة دكتور، أشكرك. يعني هل المجتمع، يعني هذه التأثيرات التي أوجدها الاحتلال والندوب، هل هي بفعل قوة زخم العملية التخريبية، أم أيضا المجتمع كان يعاني من هشاشة؟ دكتور عبد السلام الطائي، يعني هناك من يذهب إلى أنه وتيرة عملية التخريب للقيم المجتمعية كانت سريعة، وأيضا يعني ربما تأثيرها كبير. هل السبب أن المجتمع كان ضعيفا وهشا، لا يمتلك التحصينات الذاتية لمواجهة مثل هذه العملية والتصدي لها، أم أن هذه العملية وأدواتها، وردنا نتحدث أيضا عن أدوات كانت كبيرة؟
هو الحقيقة يعني العدو استخدم مثل ما ذكرت في البداية إلى نمط جديد في الحرب السوفت والهارد وور. على سبيل المثال يعني أذكر مثل واقعي من ميزانية العراق. ميزانية العراق في عام 2015 البيانات الرسمية المتوفرة لنا هنا في السويد في جامعة ستوكهولم تؤكد أن ميزانية الداخلية الأمن والدفاع 22 مليار ونصف، ميزانية التعليم والتربية والصحة والإسكان تقريبا مليار ونصف فقط. يعني ميزانية الأمن والدفاع ضعف ميزانية الأردن شعبا وجيشا وأمنا. هذا يعني أن هناك دولة بوليسية بعدة ومعدات ورؤوس أموال. الجانب الآخر اللي سمته لما وجدت أن هنالك قوة اجتماعية، مجتمع متماسك، تنشئة أسرية سليمة، تنشئة اجتماعية قوية، حاولت أن تضعف السلطة الوالدية، سلطة الأب والأم، فلجأت إلى أسلوب النزوح والتهجير القسري، وهذا بلا شك أدى إلى زعزعة السلطة الأبوية، وسوف ينعكس بلا شك إلى إحداث متغيرات جانبية على التربية الأسرية. ولكن كما ذكرت قبل قليل أيضا أنه العمق التاريخي، الجانب الثقافي الحضاري، الشخصية العراقية، العراق أول بلد بالقوانين، الأديان، يعني التنشئة الأسرية من أساس التنشئة عندنا في العراق وحتى في المجتمعات الغربية يعني بالمناسبة هو الدين، والدين بنفس الوقت أكثر أساسي من مصادر القانون في جميع المجتمعات. فالدين الإسلامي متغلغل ومتأصل بالشخصية العراقية منذ أكثر من 2000 سنة، والأسرة المسيحية الدين متأصل أيضا فيها منذ أكثر. المفارقة دكتور أن أصحاب الحكم الجديد في العراق أيضا استخدموا الدين في تحطيم المجتمع، وهناك ردة فعل تجاه ما يعتقد الناس أنه فعلا هذا دين. الدين الحكومي يختلف عن الدين الحقيقي يا أستاذ ماجد. نعم أنا أتحدث عن الدين الحقيقي ولا أتحدث عن الدين الحكومي. نعم. لأن الدين الحقيقي هو الدين التوحيدي، أما الدين لما حولوه إلى طوائف ومذاهب فتحول المذاهب مفرقة والدين موحد. ولكن صاحب كما تعلم جميعها تسير على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سواء كان الشيعة أو سنة أو مالكية وغير ذلك. نعم. هنالك الطائفة، لا ليست لدينا مشكلة بالطائفة الحقيقة. نعم. وإنما المشكلة بتأسيس الطائفة مذهب، هذا هو يطلقون عليه بالدين. ومشكلتنا أيضا بالفتاوى، الفتاوى يعني التوظيف السياسي للدين أيضا بشكل المذهبي. بس لأن الوقت تضيق دكتور دكتور نعم قد أعود إليك دكتور عبد الحميد العاني. هناك إطار سياسي في العراق الكل مجمع على أنه مشوه، على أنه كسيح، على أنه يعاني عللا يعني وأمراضا مزمنة. كيف انعكس هذا الإطار السياسي المشوه أو العليل أيضا على المجتمع كبنية وكقيم اجتماعية وأعراف وتقاليد؟ لا شك ترابط بين كل هذه المنظومات، المنظومة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية كلها، وكل واحد يؤثر على الآخر. هنالك أمر جوهري في هذه الموضوع كله، وهو أنه بفطرة الإنسان أنه يرفض العدوان. ومعروف عن المجتمع العراقي قديما وحديثا، لكن للأسف بدأت هذه تخف، هو رفض الاستعمار. وتاريخ العراق الحديث يشهد ثورة 20 وقبلها معركة كوت العمارة، كيف كان الشعب العراقي جميعا متكاتفا لرفض الاستعمار. لذلك حينما يضرب الاحتلال يضرب المنظومة الاجتماعية، هو يريد أنه يخرب هذه القيم حتى يصبح المجتمع متقبلا لهذا العدوان. المنظومة السياسية الحالية كانت من أهم العوامل والأدوات لهذا الاحتلال ولهذا البرنامج لتحطيم هذه المنظومة أو القيم الاجتماعية. الآن ما هي النتيجة؟ ما هي المخرجات؟ أنه أصبح المواطن العراقي كفرد
فاقدا للثقة بمجتمعه وفاقدا للثقة بدولته وفاقدا بالثقة لبلده. وبالتالي نرى أن هذا المواطن الآن يتصرف في هذا البلد يتصرف تصرفا عدوانيا، لأنه يرى أنه واجبه أو حصته من هذا البلد هو أنه كم يستطيع أن ينهب مثل ما تنهب هذه الدولة السياسية أو المنظومة السياسية والأدوات الأخرى التي تلبست بلبوس الديني وغيرها. وأنا دكتور عائد إلى عملية الخلط في وعي المجتمع أو الفرد بين الدولة والنظام الحاكم، هو عملية الخلط، عملية التداخل. نعم. وبالتالي لا يدرك، لما لا يدرك نعم. هذا التمييز يكون ينعكس ذلك على كل مفردات ومجريات الحياة الاجتماعية، والتي ستنعكس سلبا أيضا على حياة المجتمع بالمستقبل. نضرب مثال بسيط لا. اللي ذكر أو أشار له الأساتذة هو قضية التعليم لا. وخراب التعليم اليوم. الآن حينما يصبح الغش في التعليم ظاهرة قوية جدا وطبيعية، تكاد تكون طبيعية، معنى ذلك أنه سيتخرج لدينا جيل من الفاشلين، سيتخرج لدينا طبيب فاشل. هذا الطبيب الفاشل سيعالج الناس بالخطأ، وقس على ذلك المهندس وغير ذلك. إذن المجتمع هو الذي سيدفع فاتورة هذا الخراب الآن في المستقبل، والمستقبل القريب وليس المستقبل البعيد. نعم دكتور عبد السلام الطائي، إزاء هذه العملية التخريبية الممنهجة والمبرمجة، ما هو المطلوب من النخبة المثقفة من صناع الرأي في التصدي لهذه العملية التخريبية لنشر الوعي لإعادة إحياء هذه القيم في المجتمع؟ أكيد ثمة دور لهذه للطبقة المثقفة أو المتعلمة أو المتنورة. الحقيقة أستاذ ماجد، أولا أن الطبقة المثقفة والمتنورة ما بين قتيل ومهاجر ونازح. نعم. وهم يعني كما ذكرنا وكما أيضا أشار الدكتور عبد الحميد، هنالك توازن ومتعمد لتدمير الثقافة العراقية ماديا ومعنويا أي قيميا. الدور الذي نستطيع القيام هو من خلال منظمات حقوق الإنسان ومن خلال عرض ما يجري في العراق على المحافل الدولية من انتهاكات وما يجري في المخيمات خاصة بالنسبة للأطفال، والمنظمات الدولية بدأت تعترف الـ Human Rights. منظمة إيرين يعني اعترفت بأن الأطفال في المخيمات بالنسبة للمناطق اللي تم تهجيرها لغرض إعادة التوازن وتدمير الأسرة، تدمير التماسك الأسري فيها، اعترفت بأنه هنالك ندرة بالعلاج النفسي وبالعلاج الطبي. هذه منظمة معنية الرعاية النفسية والطبية. ولذلك أنا أرتئي أنه على كل المثقفين في الداخل والخارج أن يقترب صناع القرار أن يتواصلوا مع المنظمات الحقوقية، مع المنظمات الإنسانية، مع المحاكم الجنائية، لأن ما يجري في العراق حقيقة غير مدون حتى في كتاب مهزلة العقل البشري لعلي الوردي، ولا يوجد حتى أيضا من خلال ما قرأنا في علم اجتماع الشواذ. لذلك هناك حالة مدانة دوليا. تقرير الأمم المتحدة للمجلس الاقتصادي أشار أن الوضع الاجتماعي سيء. مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب أشار إلى الوضع سيء. مجلس دول الحياد، منظمة اليونسكو، منظمة الصحة العالمية. إذن علينا أن نستعين بهذه المنظمات طالما أن أدوات التغيير المادية فقدت من قبل المواطن العراقي الأصيل. ولذلك الصراع في العراق هو صراع ما بين الأصيل والدخيل، وكل الظواهر هذه قريبة سيأتي يوم ينطبق عليها قانون أن كل جسم غريب دخل إلى المجتمع العراقي سيرفضه الجسم وسيصف له الأطباء المضادات الحيوية. شكرا دكتور عبد السلام الطائي، أستاذ علم الاجتماع، كنت معنا من ستوكهولم، شكرا جزيلا. دكتور، نقطة مهمة في عملية أيضا تحطيم قيم المجتمع، عملية الإفقار لهذا المجتمع، أن تكون مرتاح ماديا، أنت أقدر على أن تتمسك بقيم وأعراف تقاليدك، وأن تكون أيضا قريب منتخي لأبناء مجتمعك وأناسك، لكن أنت في عملية الإفقار ربما ستجنح
ستذهب إلى ممارسات تتنافى مع القيم التي تؤمن بها وأنت تعلم هذا خطأ، لكن الإفقار، عملية الجوع، عملية العوز والحرمان، كيف ساهمت هذه العملية أيضا في قتل القيم والأعراف المجتمعية؟ ربما أستاذ ماجد، عملية الإفقار لا تشمل فقط البطون لكن العقول أيضا. نعم، هذه قضية وهم ركزوا على ربما العقول أكثر من البطون. نعم، لدينا نحو أكثر من نصف الشعب هم فقراء، 10 ملايين تحت خط الفقر، يعني وارده اليوم لا يزيد عن دولارين، وبالعملة العراقية لا يزيد عن 2200 دينار عراقي، لا تستطيع أن تشتري بها يعني مجرد خبز لسد أفواه الجياع من عائلته. متطلبات الأساسية للعيش. هذه كارثة كبيرة، هذه جزء من عتها، دفعوا الناس هم هكذا، هذا التصميم يجعل المجتمع خائفا مرعوبا جائعا. في قضية الرعب والخوف هناك نحن يعني بالإحصاءات الواسعة سنجد أنه نحو 3 ملايين عراقي قد دخلوا السجون طوال هذه 15 سنة بين زائر لها، فبالتالي أنت لديك نحو 10 ملايين مواطن عراقي على الأقل، إذا كل شخص مرتبطين به 3 بين شيخ وامرأة وطفل، فأنت 3 من ذول المجتمع 10 ملايين مواطن مرتبطين بشخص واحد معينين لهم. نعم. هؤلاء تعرضوا إلى خوف كبير، إضافة إلى 5 ملايين نازح أيضا، هناك رعب خوف من الغد، هناك عملية خوف ورعب، وإضافة إلى الجوع إلى الفقر، الإفقار العقلي والنفسي والروحي والبدني، هذه كلها عوامل يعني لعبوا بها بشكل دقيق جدا جدا وحاولوا أن يضغطوا على المجتمع. إضافة إلى في قضية الإزاحة والإحلال اللي تحدثنا عنها قبل قليل، أريد أن أعطي مثالا بسيطا واحدا. كان في العراق يعني بس باختصار دكتور. نعم. كان في العراق المخدرات ممنوعة نهائيا. نعم. وكان من يتعاطى المخدرات أو يتعامل بها يعدم. نعم. الآن العراق كان نظيفا من المخدرات بشهادة الأمم المتحدة، لم يكن العراق ضمن قائمة من الدول القليلة جدا التي ليس فيها يعني خالية من المخدرات. الآن العراق بلد رئيسي من البلدان التي تتعاطى التاجر بالمخدرات، وخاصة في الجنوب. هذه واحدة من الكوارث، من الآفات اللي تأكل المجتمع، جهل مع مخدرات، مع جوع، مع بطالة، مع تمزيق للمجتمع. هذه كلها. وآخر شحنة تم إلقاء القبض عليها كان في البصرة تحمل 18 مليون حبة من الحبوب الكريستال مصدر من هذه كلها. 18 مليون. كلها إضافة إلى مشاهد القتل. نعم. التي كانوا يراها الأطفال وتراها النساء. كانت لدينا في وقت من الأوقات 300 جثة في الشوارع. نعم. كان كل المجتمع، هاي على الأقل في بغداد، المجتمع يشاهد هذه الجثث، يشاهد الدم. هذه الاعتياد على مشاهدة الدم والجثث والاعتقالات، هذا كلها جزء من تمزيق المجتمع وصوله إلى هذه الحالة. دكتور، بما أن القيم المجتمعية أيضا جزء منها الدين يشكل جزء رئيسي من هوية المجتمع، من القيم المجتمعية التي تحث على الفضيلة وأيضا تحذر من السلوكيات المنحرفة، ما هو الدور المناط بعلماء الدين أيضا إحياء هذه القيم، إعادة المجتمع إلى توازن، التذكير بما كان عليه من التراحم والتوافق والاحترام، يعني الناس مع بعضهم البعض، ثم تدور أيضا لعلماء الدين. طبعا القيم عموما وبما فيها القيم الاجتماعية لها مغذيات ومثبتات، من أهمها المعرفة والدين، التعليم الديني والتعليم المعرفي إذا صح التقسيم. هنا عمل الاحتلال وأذنابه على تحطيم هذه المنظومة، منظومة دينية، بمنع علماء الدين، بتشويه علماء الدين، بإضعاف هؤلاء من القيام بدورهم وواجبهم. كان من أهم مثبتات أو آثار هذه القيم الاجتماعية الوازع الديني، سواء كان الوازع الديني الفردي أو الاجتماعي. على سبيل المثال كان عندنا في المجتمع شيء اسمه العيب. نعم. الناس تقول عيب، فضلا عن الوازع الديني الذاتي، الإنسان حينما يشعر بمراقبة الله تعالى، بتقوية إيمانه بالله سبحانه وتعالى، يمنعه هذا من القيام بأي خلل يؤثر على نفسه وعلى مجتمعه عموما. لذلك علماء الدين واجبهم أولا تشخيص هذا الواقع، ثم القيام بهذا الحل انطلاقا من النظرة الإسلامية عموما. الإسلام ينظر إلى هنالك سلسلة متكاملة، إصلاح الفرد، ثم الإصلاح الأسرة، ثم بعد ذلك الانتقال إلى المجتمع، ثم الدولة، ثم النظرة الإنسانية إلى البشرية عموما. واجب علماء الدين القيام بهذا
الواجب الذي فرضه الله عليهم، حينما تتم هذه العملية سيكون هنالك إصلاح وصلاح إن شاء الله تعالى، ولا يزال الخير قادم بإذن الله. أشكرك تعالى. في ختام هذه الحلقة التي بحثت في التحولات الاجتماعية في العراق في حقبة ما بعد الاحتلال الأمريكي، لم يبقى لنا إلا أن نشكر ضيوفنا دكتور عبد السلام الطائي أستاذ علم الاجتماع كان معنا من ستوكهولم عبر سكايب، ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين. بعد هذا الفاصل سنكون مع دكتور رافع الفلاحي ليمدنا بخلاصة ما جرى في هذه الحلقة من نقاش. دكتور، بلا شك ثمة إقرار أنه المجتمع تعرض لعملية تهشيم في قيمه وأعرافه وتقاليده، كانت العملية مبرمجة كما جرى في النقاش. هل ثمة فرصة باقية لترميم ما تم تهشيمه من قيم والحفاظ على القيم الأخرى التي ربما كان الضرر فيها نوعا ما قليل، أم أن الفرصة قد فاتت وأنه الآن ثمة ندم على الذي جرى؟ أستاذ ماجد، بداية يعني ما جرى الآن في الطاولة تحدثنا به خلال الساعة الماضية هو ليس جلد للذات حقيقة، بقدر ما هو تشخيص لواقع حصل بسبب احتلال، بسبب كارثة كبيرة، غزو واحتلال وحكومات متعاقبة، سياسات طائفية، سياسات تخريبية، فساد، خراب، كل هذا أثر على المجتمع. المجتمع العراقي مع كل هذا، مع كل هذه الكارثة، مع كل ما حل به، أنا أعتقد هو مجتمع قوي جدا، استطاع أن يعني لو حصلت هذه الكارثة في أي بلد آخر، على أي مجتمع آخر، لكان تمزق من وقت طويل، لكن ما زال الخير في هذا المجتمع. لا زال محافظا على تماسكه بصورة بأخرى؟ ما زال يحاول أن يحافظ على توازنه، وهذه المحاولة تبشر بالخير. هناك قوى مناهضة للاحتلال، هناك قوى مناهضة للعملية السياسية، يعني وهذا أيضاً هناك مثقفين، ليس ثمة استجابة لهذه العملية بطريقة أو بأخرى، ليس ثمة استجابة كاملة لعملية التخريب. بالتأكيد الناس ترفض، كثير من الناس ترفضها حتى وإن لم يظهر صوته برفضها. تظاهرات التي خرجت وتنادي بالفساد، وتنادي يعني باسم الدين باقون الحرامية، تنادي بإسقاط كل هؤلاء هذا كله جزء من صوت مجتمعي يرفض ما حل، يرفض هذه الفترة الطارئة الشاذة التي حلت في العراق. ثمة مناعة مجتمعية ذاتية لا زالت. ما زالت. نعم. وهذه يعول عليها كثير، ويعول على القوى المناهضة، القوى المؤمنة دينياً وأخلاقياً، كلها ستفعل، القوى المثقفة كلها يعني واجبها الآن أن تقوي هذه النبتة الموجودة في المجتمع العراقي. إذن الدور التكميلي بين المجتمع، المناعة الذاتية للمجتمع، أكيد، وبين أكيد. أيضا نخبة وصناع الرأي. أشكرك دكتور، نلتقي في الأسبوع القادم. حياك الله. شكرا جزيلا. حياك الله.